آخر فقرة معانا النهاردة هي مسابقة لطيفة من مسابقات برنامج الآباء والأبناء، المسابقة بين فريقين، فريق شهد سيد ووالدها وفريق نهلة محمد ووالدها، والمطلوب تمرير الحلقة من خلال السلك بدون ما الحلقة تلمس السلك. يا ترى مين اللي هيكسب؟ ده اللي هنعرفه في الفقرة اللي جاية. مش يلا بينا بقى؟ يلا بينا. جينا للفقرة الرياضية وتعالوا بينا سريعا يا كل الصديقات والأصدقاء نشوف أول لعبة. تعالي يا شهد، تعالي يا نهلة. مفروض إن حضرتك هتمسكي هنا كده، تقيل عليكي امسكيها كده، مش تقيل. طيب امسكي نفسك كويس. أيوة كده كويس. ثانية واحدة بقى، ثانية واحدة، هتحركيها من غير ما تخبط، يعني دي ما تخبطش هنا كده. امسكيها كويس، ماسكة كويس. يلا جاهزة؟ يلا. لا من الأول. يلا اتفضلي، يلا امسكي كويس. يلا، واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. متشكرين قوي قوي ليكي، شكرا ليكي، اتفضلي يا شهد. طبعا هي صعبه عليهم شويه، 21 خط يا شهد تقريبا. كل الاخطاء اللي في الدنيا. تعالي يا نهى، اتفضلي. اطلعي اطلعي وقفي. ينفع ترفعوني؟ يلا جاهزه؟ جاهزه. يلا بتحاول نهلة. ها؟ واحد، يعني مسكت فيها شوي. شاطرة يا نهلة. اثنين ثلاثة، بس حاولي، هي صعبة بس حاولي، ما شاء الله عليك. ثلاثة، مش هخليها لك أربعة دي. أربعة خمسة ستة، أيوة يلا أسرع. سبعة، بس شاطرة جدا. سبعة، وشاهد كمان شاطرة. سبعة، ها، تمانية تسعة عشرة 11 أيوة 12 13 شاطرة يا نهلة. 14 15 16 بالراحة بالراحة 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. وبشكرك جدا جدا يا نهلة، شكرا ليكي، اتفضلي. ما شاء الله. طيب الاستاذ سيد اتفضل. ده بالنسبه للبنات، انتوا بقى نورينا الاعصاب بقى. اتفضل، يلا اتفضل. ايوه، شوف مع الاستاذ سيد بالراحه. واخد بالك معانا يا استاذ محمد؟ ايوه شايف. ايه رايك في اعصابه؟ لا تمام تمام. بالراحه. واحد اثنين، في الاخر يا سيد. برافو، شجعي بابا جامد قوي يا شهد. برافو ما شاء الله. كده خبطتين بس، خبطتين يا استاذ سيد. اتفضل يا استاذ محمد. بابا انت عرفت نلعبها ازاي؟
انا اول مره العبها والله. تقول لك تقول لك بابا انت عرفت تلعبها ازاي؟ هي صعبه عليكم انا عارف. اتفضل في النص حضرتك، اما تقول لي جاهز ثانيه واحده بس عشان ايه كده ما تحطش نفس المشكله. اه حضرتك بتستخدم الدراع الشمال؟ اه طيب الشمال. طيب ثانيه بس عشان ما تخبطش منك، انا بهديها خالص اهو. جاهز حضرتك؟ اتفضل براحتك براحتك براحتك. راحتك استاذ رفع مبسوط منك قوي على فكره. ايوه لسه مفيش ولا خبطه ما شاء الله لغايه دلوقتي. المنحنى الاخير ايوه. لا ما شاء الله ما شاء الله ولا خبطة ما شاء الله. بحييك جدا جدا ما شاء الله عليك. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.